الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع تحت مظلة ما يسمى السلاسل الزمنية باتجاه ومن غير اتجاه، لكن السلاسل الزمنية بشكل عام، أقدم طريقة هولت في التوهين الإسي أو ما يسمى هولت إكسبونينشال سموثينج. طبعا أذكركم أحبتي طلبة الاقتصاد والاقتصاد القياسي والسلاسل الزمنية بأننا قدمنا في مقطع سابق طريقة حساب التوهين الأسي البسيط أو ما يسمى Simple Exponential Smoothing SES، ونقدم كما ذكرت إن شاء الله تعالى في هذا المقطع طريقة هولت في التوهين الأسي. تفترض طريقة هولت وجود سلسلة زمنية تحتوي اتجاها وموسمية. يجب أن يكون هناك اتجاه له ترند وموسمية seasonal effect، وتستخدم هذه الطريقة معادلتين، الأولى لمستوى المتغير نسميه level يعني variable level، والثانية للاتجاه trend. وتستخدم كذلك الأمر معاملين للتوهين ما يسمون smoothing constants أو factors، يتفاعلان يعني يتفاعل هذان المعاملان في التنبؤ وتعديله حسب ما يطرأ على الاتجاه والأثر الموسمي. هذه معادلة المستوى نسميها الليفل إكويجين، معادلة المستوى L sub T تساوي ألفا في XT. هذا طبعا سأبين شو المقصود بكل حرف هنا وكل رمز، زائد واحد ناقص ألفا في قوس مضروب في القوس، طبعا مجموع هنا L sub T ناقص واحد زائد T sub T ناقص واحد، طبعا T الكبير اللي هي الاتجاه. هاي معادلة المستوى. أما المعادلة الثانية اللي هي معادلة الاتجاه، فتي صب تي، تي الكبيرة صب تي تساوي بيتا في الفرق بين الليفل في الفترة الحالية والسابقة، ال صب تي ناقص ال صب تي ناقص واحد زائد الآن واحد ناقص بيتا اللي هو المعامل في الاتجاه اللي هو تي صب تي ناقص واحد اللي هي معادلة الاتجاه. حيث ترمز الآن ال صب تي إلى مستوى المتغير، مستوى نسموه الليفل، إحنا هلأ سأبين إن شاء الله، كقيمة في الفترة تي، وترمز ألفا إلى معامل التوهين الأول، وترمز بيتا إلى معامل التوهين الثاني، وترمز أكس سب تي هذه إلى متغير السلسلة، أي سلسلة نفسها، سلسلة الجي دي بي، سلسلة الأسعار، سلسلة أسعار الأسهم مثلا أو أسعار صرف العملات الإكشينج ريت، السلسلة ذاتها، وترمز تي سب تي، تي الكبيرة سب تي إلى الاتجاه في الفترة تي، وترمز ال سب تي ناقص واحد إلى مستوى المتغير في الفترة السابقة، وترمز تي صب تي ناقص واحد إلى الاتجاه في الفترة السابقة. ستتوضح إن شاء الله هذه المعاني وهذه الرموز والمتغيرات بعد قليل. مثال: يحتوي الجدول أدناه بيانات افتراضية عن سلسلة كمية المبيعات. هذه الآن سلسلة كمية المبيعات، لاحظوا المتغير، إذن السلسلة هي كمية مبيعات افتراضية من سلعة ما لمنشأة ما لمدة 13 شهراً، من الشهر الأول حتى 13، وهذه الكمية بالطن بالوحدة بالآلاف بالملايين، يعني المهم المبدأ. يعني هنا يوضح الشكل المرفق هنا هذه السلسلة، لاحظوا كيف الموسمية وفي هناك اتجاه، يعني في صعود، لاحظوا الحد الأقصى هنا، الحد الأقصى هنا، الحد الأقصى هنا، عماله بيرتفع، وبالتالي هناك اتجاه صعود للسلسلة. ما يعني الآن هذه السلسلة تحتوي موسمية كما ذكرت واتجاه. نتابع الخطوة الأولى، الآن نختار قيمتين لمعاملي التوهين، ألف بنختارها 20% ومثلا بيت أي قيمة تحتاجها أنت، أو يعني تراها مناسبة، ربما 90% 1%، هذا يرجع لك يعني كباحث وكطالب. فأنا اخترت بهذا المثال البسيط حتى أوضح، يعني ألف تساوي 20% وبيت تساوي 20%. ثم نأخذ القيمة الثانية من هنا، ارجعوا لي على لا بعد إذنكم بدي أرجع هون، هذه القيمة الأولى لأكس دي، القيمة الثانية هاي سأبدأ من هنا باعتبار أنه كأن هذه مش موجودة، فأبدأ التنبؤ من هنا وتابع. فالآن نأخذ القيمة الثانية من أكس دي كقيمة ابتدائية للصبنا، كأن هنا الليفل، لاحظوا لي القيمة الثانية هي أصبحت الليفل نوت، وهي في هذه الحالة 130 كما ذكرت. ونحسب أول قيمة اتجاه، سأبينها إن شاء الله بعد قليل، نحسب أول قيمة في الاتجاه
وهي الفرق بين x sub t تساوي 130 و x sub t تساوي 150 اللي هي السابقة. أرجع للجدول بعد إذنكم، هذا الجدول لاحظوا لي هذه القيمة السابقة وهذه القيمة الحالية، لكن ابتدأ من هون، وبالتالي الفرق بيناتهم هو الاتجاه. لاحظوا الفرق إنه 25، وبالتالي هنا أي الآن x sub t ناقص 105 هنا و x sub t تساوي 130، الفرق بيناتهم 25، وبالتالي الآن الاتجاه في الفترة t سالب 1 اللي هي تساوي 25. بناء على هذه القيمة تكون قيمة التنبؤ الآن. القيمة التي ابتدأنا منها زاد الاتجاه يساوي 155، ويكون فرق طبعا هنا بدي أضع يعني أول بس يعني أول ثلاث قيم، هذه لم ننطلق منها، انطلق من القيمة الثانية واعتبرناها هي المستوى الذي نبدأ منه التنبؤ. الفرق بين هذه القيمة وهذه القيمة 25 هو الاتجاه. الآن لاحظوا لي أنه هذه القيمة زائد هذه القيمة حسب المعادلة وسأذكرها بعد قليل تساوي التنبؤ، أوكي؟ فبالتالي الآن لاحظوا لي الخطوة الثانية نعوض القيم في المعادلة الأولى اللي هي هذه المعادلة الأولى، L sub t تساوي alpha في x t زائد 1 ناقص alpha في مجموع L sub t ناقص 1 زائد t sub t ناقص 1. إذا عوضنا الآن كما يأتي، هذه L sub 1 تساوي 20% في 210، هذه القيمة لاحظوا لي 210 زائد 80% اللي هي 1 ناقص ألفا في 130، هذه L sub t ناقص 1 هذه لاحظوا لي أوكي زائد 25 اتجاه يساوي 160، وبالتالي الآن لاحظوا لي أنه إحنا التنبؤ الأول اللي انطلقنا منه يساوي 155. هنا الآن القيمة في الفترة الثانية اللي هي هون 3 بالحالة هاي 210 تنبأنا 155، الفرق بيناتهم 55. هنا يعني الفرق بين هذه القيمة وهذه القيمة 55، وبالتالي هذا خطأ في التنبؤ. فتكون أول قيمة مقدر من معادلة المستوى كما يلي. الآن هذه القيمة 160 كما يأتي، لاحظوا لي L sub 1 تساوي 20% في 210 اللي هي القيمة هذه زائد 80% 130 زائد 25 تساوي 160، وبالتالي الآن انطلقنا من هذه القيمة الأولية، هذه القيمة أصبحت هنا هذه نفسها، الآن المستوى أصبح 160، فالآن تنبأنا أن القيمة راح تكون 155، لكن في خطأ بناء على هذه القيمة بيكون طبعا الاتجاه، الفرق بين هذه القيمة هذه القيمة وهذه القيمة بتكون طبعا 27. فننطلق من كين نتابع بإذن الله. إذن هذه الآن خطوة، نبدأ نطبق المبدأ نفسه في المعادلة على المعادلة الثانية، هذه المعادلة الثانية اللي هي الترند، من أين أتينا بال 27 و 2 بعشرة. هنا الترند يساوي طبعا هذه تي صب تينا بيتا اللي اخترناها 20% في الفرق بين مستوى المتغير في الفترة تي واللي السابقة زائد 1 ناقص بيتا في الترند السابق، وبالتالي الآن تي صب 1 تساوي 20% ضرب 66 الفرق بيناتهم الليفل والليفل السابق واللاحق زائد طبعا هذا السابق هذا اللاحق زائد 80% من الترند الأولاني، فبكون الفرق 27.2. إذن هنا الترند. هلا هذه زائد هذه بعطينا التنبؤ الجديد، لاحظوا كيف. أما القيمة الثانية في معادلة المستوى فهي كما يلي، الثانية هلا 29% في 510، لاحظوا لي هنا يعني ال 510 من أين أتينا بها؟ من هذه القيمة الثالثة، طبعا هون الرابعة لكن هي الثالثة بعد، يعني احنا لم نأخذها بعين الاعتبار، ابتدأنا من هنا ثم انطلقنا هنا والآن نأخذ هذه بعين الاعتبار. فL sub t تساوي 20% في 510 زائد 80% 166 زائد هذه القيمة، بتكون بالحالة هاي القيمة الجديدة 256.56، هذه اللي هي مستوى المتغير. بناء على هذا المتغير نحسب الترند، نضعها بالمعادلة الثانية تبع يعني معادلة الترند أو الاتجاه، بكون عندي الاتجاه 39.872. التنبؤ هذه القيمة مع هذه القيمة، يعني مستوى المتغير
زائد مستوى الاتجاه بيطلع عندي ايش اللهم صل على محمد اللي هو التنبؤ. لكن القيمة الفعلية 510، إذا الخطأ بالقياس 510 سالب هذه القيمة تساوي 316.8، وهكذا نستمر بهذه العملية. أعيد هنا، ابتدأنا من القيمة الثانية، لاحظوا لي اعتبرناها هي مستوى المتغير. الفرق بين هذه القيمة مستوى والقيمة للمتغير نفسه 25، وبالتالي هو الاتجاه. نستخدم هذا الاتجاه في الحساب كما قبل قليل حسبنا معادلة المستوى زائد معادلة الاتجاه، فكان عندي طبعا هنا هذه زائد هذه بعطوني قيمة التنبؤ 155، لكن القيمة الفعلية المتغير 210، إذا 210 مطروح منها 155 بتكون عندي 55. فبعدما استخدمنا هنا طبعا 155 ثاني مرة طلع عندي الاتجاه 27، ثم أكرر العملية هكذا وهكذا، فبكون عندي هذه القيم لمستوى المتغير، هذا الاتجاه، هذا التنبؤ، هذا الخطأ بالقياس الآن أو بالتنبؤ. يعني بمعنى آخر بكون النتيجة النهائية كما يلي هذه الآن. كل القيم لل13 شهر، طبعا أهملنا الشهر الأول، ابتدأنا من الشهر الثاني، فبكون بالحالة هاي هذا مستوى المتغير، هذا الاتجاه حسب المعادلة. يعني أتمنى على الطالب المتابع أن يرجع المعادلة مرة ومرتين وثلاثة حتى يطبق. بكون التنبؤ بهذه القيم هكذا، لاحظوا التنبؤ يرتفع يرتفع، وهنا عندي الخطأ بالتنبؤ يرتفع ثم ينخفض وهكذا. فبكون بالحالة هاي، لاحظوا لي هاي السلسلة الأصلية اللي هو المنحنى المتعرج، والتنبؤ هو المنحنى المتعرج المتقطع. يعني معنى آخر التوهين الأسي يعني سار مع السلسلة الهوينة، لكن يستطيع أن يتنبأ بالأمد الطويل إذا كان عندي حجم السلسلة أو طول السلسلة كاف إلى قدر يعني كبير، أو يعني يكون طويل إلى قدر كاف، فتستطيع هذه الطريقة أن تعطي يعني لمحة عامة، لمحة عامة عن السلسلة وأين تذهب. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت الفائدة لكم أحبتي الطلبة جميعا، وإلى لقاء آخر بإذن الله قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اللقاء الآخر حول التوهين الأسي سيكون بطريقة هولت ووينترز، وهي آخر طريقة بالتوهين الأسي. والسلام عليكم ثاني مرة.